فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما الحكم إذا تعارضت العادة والتمييز عند المستحاضة؟ تقدم العادة يا أخي، إذا صار لها عادة تقدم العادة، ما تصير للتمييز إلا بعد ما تنسى العادة أو لا أو ليس لها عادة. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.